السلام عليكم، ازيكم؟ جميل، عاملين ايه؟ معاكم احمد حسين. ان شاء الله الفيديو ده بقى هنتكلم عن لو انت مثلا سوبرفايزر على حد، او انت ماسك تيم ليدر مثلا ناس بترسم بالسوليد ووركس، وعايز تحط بعض الهنتس كده وتكتب ريبورتس يعدلوا التعديلات بتاعتك. فممكن تاخد سكرين شوت على البي دي اف بره وتحط عليه كده اسهم وتديها لهم. السوليد ووركس بيديك بقى الموضوع ده بكل سهوله. ازاي؟ انت بكل سهوله تختار هنا، تروح على التاتش، تختار مارك اب على طول، ودي في المارك اب هنا بتعمل مارك اب، تدوس عليك. بس مثلا انت عايز تغير اللينس ده، والله بص انا مثلا اخترت السهم ده اهو، اوكي عملت سهم هنا اهو. طبعا انت ممكن تغير الكالر، ممكن اخليه مثلا ازرق بس ازود شويه السايز، ايه رايك؟ مثلا كده اهو، وبقول له مثلا هنا تشينج تمام this lens مثلا، اوكي بايدك كده تمام. طبعا لو معاك قلم الموضوع هيبقى احسن. اوكي اللينس ده ماشي 2 مثلا 0.4 متر، اوكي مثلا. اوكي وممكن تكتبه، يعني انا ممكن برضو اكتب، هوريك ازاي اكتب، بس ايه خليني اعمل حاجه تانية. تاني حاجه مثلا انت عندك التول ده مثلا، فوالله التول ده تعمل كده وتقول له مثلا نوت بقى هنا ديكريز اوكي ذا هايت of this. اوكي ماشي. ايه تاني ممكن؟ اعمل escape و draw تاني، بس نختار الكالر، نختار مثلا احمر ونقلل شوية، واجي مثلا هنا اقول له اوكي وناخد notes بس نفس اللون بقى. لو عايز تغير بتغير، بس انت يعني هو في الاغلب يعني ممكن تغير اللون، سواء بياخد نفس اللون يعني والكلام ونوع الخط والكلام ده، ولو عايز بولد بيعمله لك، ايتاليك برضه بيعمله لك. ابص يعني، بص انا ايه خليني كده خليني اعمله بعد كده اظبطه. مثلا اقول له ديجريز او انكريز ذا هايت اوكي 2.6 متر اوكي. وممكن اخلي بقى ده كله اهو بولد تاليك، وغير اللون لو انت عايز تمام. بس المفروض اطلع بره الكنسل، اطلع بره الدرو ده اهو، الكلام ده حط دول تمام حلو قوي كده، واعمل اكزيت تمام كده حلو. ده كده اللي هو الدايركشن ده. في حاجه تانية هعملها، بص لو انا عملت كده بص بيختفي. في حاجه تانية وهي مثلا هنا تمام مش باين المركب، فلو عملت مركب تاني اروح هنا برضو واعمل لاين، اقول له مثلا ده دايمتر بكام، انت مش قايل لي مثلا اوكي، فده مارك اب تاني واعمل اكزيت اوكي. فبقى عندي كام مارك اب؟ عندي اتنين، عندي ده لو دوس عليه مرتين هيوديهولي، لو دوس على ده مرتين هيوديهولي ده بكل سهوله. شايف الموضوع سهل جدا، ممكن اختارهم هما الاتنين واعمل فين اكسبورت مارك اب اس بي دي اف، انا اختاره ممكن صوره او ممكن اس بي دي اف، فانا اخليه اس بي دي اف ريبورت كده واكتبه موديفيكيشن مثلا ريبورت اوكي، وهعمل له سيف. تعال نروح نشوفه كده اهو موديفيكيشن ريبورت، هنيجي قبل التو مارك اب ورا بعض، يعني ده مارك اب الاول انت شايف كده، وده المارك اب التاني رقم 2 بس كده اوكي. يا رب يكون فيديو مفيد، وان شاء الله نتقابل فيديو جديد باذن الله. سلام.